السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. طيب خلوني أعلمكم إيش اللي صار بالتشكيلات. طبعا هذه الآن شبه مكتملة. فينالدوم طلع لي باكج من أحد تحديات مركز الـ FUT، وجبنا الأجنحة أنتونيو وألميرون والدفاع وأوريال. تمام، هذه بالإنجليزية. طبعا هذه مين مكتملة، هذه شبه مكتملة يعني تمشي الحال. التشكيلة الثانية اللي هي الإيطالية سوينا عليها تعديل كبير، فجبنا الآن كوادرادو وجوني ورابيوت، طبعا موريلو. تمام، كل هذه الآن شبه مكتملة، أعيد يعني ما في شيء تغير، يعني ما في شيء، يعني أقصد أنه بثبت عليه، لا بتصير تغييرات أكبر من كذا، بس أنتظر الكوينز، لأن هذه السلسلة مثل ما قلت أن بدون ولا ريال. فنعم خليني أوريكم كيف، وين تصنفت قبل، تصنيفات، لا الثالث. طيب طبعا خيروني هم، فاخترت 24,000 وقدرت اني امشي نفسي فيها، فجبت الاسماء اللي فاتت طبعا مع بعض التحديات اللي هنا. الى الان ما سوينا اي تحدي من تحدي التشكيلات اللي هي هذه، فان شاء الله المقطع الجاي راح ابدا اسوي فيها اللي اقدر اسويه. يعني في كذا لاعب، لكن كل شيء بوقت زين. طيب خلونا نبدأ نلعب مباراة. خلوني أتأكد من التشكيلة اللي لازم تريح علشان ألعب بالثانية. تمام، هذه التشكيلة اللي راح ألعب فيها الآن. نقول بسم الله، إن شاء الله يطلع لنا خصم كذا لذيذ، وجبة دسمة للالتهام. أيوة الشبكة، تمام يلا قول بسم الله. أيوة هذا من عنده، ما شاء الله عنده وسط ممتاز، لكن أجنحة ممتازة، لكن عنده رأس الحربة لك عليه. والله ما أدري من هو، لكن بشوف الآن. كمجمل يعني أعطي 7/10 وإن شاء الله خير. نقول بسم الله. هذا موريل ريبيتش، يا الله يا الله، بس لو يفتح معك ريبيتش يعين عليك. هي يا الله يا الله، يا سلام يا موريل، يا سلام عليك. روح يا وحش، قسم بالله العظيم شيء مستفز. ايوه يا سلام يا سلام عليك، روح يا الله. كيف كذا؟ أنا ليش سويت كذا؟ تمام. وش عليه يا شيخ؟ بيطلع كوادرادو بس. يا الله. هذا غلطي. هذا غلطي، هذا غلطي، استاهل. ولا شوف من اللي سجل بعد. روح يا موريل. حلو يا اخي، قسم بالله خلاص
لازم أشوف لي لاعب بديل. ثاني واحدة دي يعني مستوى متقارب إلى حد ما، لكن أنا جاهلني لساني، هذا لازم أشوف له بديل الآن. يطلع موريل، يطلع موريل، يا سلام عليك وحدة يا أخي والله قهر. يلا يا ربيتش أنت أسرع، يلا يا شنب أطلع أكس اللعب. كوادرادو يا عمري عليك، والله بطل، والله بطل. يا شيخ من أول يا شيخ، والله العظيم مستفز، رفع ضغطي. يلا مريد تروح، يا مريد تروح، أكبر، الله أكبر، والله كي قسم بالله بطل كوادرادو يا أخي. ما أدري ليش أحس كذا الموضوع بينقلب علي، لكن إن شاء الله خير. روح روح يا ربيتش، روح اطلع 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 يا عمري، هي هي يا وحش، خلاص انتهت انتهت. يروح يا عمري يا جوني، عرض. لا يا شيخ، يهو واحدة، بسم الله عليك بسم الله عليك، هدي وضعك حبة حبة، اسحبها كذا يا عمري، تكفى تحت، هدف تسلل ولا والله هدف. طيب كمجمل يعني التشكيلة جدا ممتازة الآن، ف الحمد لله خلصنا لل دقيقة، يعني اللعب صار أفضل من قبل. وش عليه يا شيخ، يهو الحمد لله، ترى بيريل عليه شطحات، يعني لا تعتمد عليك يعني مؤبد، لا في شطحات ما لها داعي. خلاص يعني كذا انتهت المباراة. ريبيتش والله يا شباب انصحكم في ريبيتش، يعني ايوه يا سلام واحدة يا، وتنتهي المباراة بفوز يعني مستحق، كان مفروض ان اكثر من كذا، لكن اهم شيء ايش النقاط. الحمد لله كوادرادو يعني اخذ الافضل، رجل مباراة زي ما انتم شايفين هنا بالاحصائيات، اكتساح تام. ونشوف طبعا ان شاء الله اني بلعب الفوت الاسبوع هذا، اتمنى يعني الشيء ذا، فهي على حسب يعني انت يعني تلعب قديش ممكن تلعب في الاسبوع، لكن نقول ان شاء الله قربنا من الديفجن 6، خلينا نشوف كم نقاطها، خلاص يعني قربنا شيء بسيط، ونقول ان شاء الله خير. بدل التشكيلة طبعا مثل ما قلنا، مباراة كذا ومباراة نلعب فيها يعني بتشكيلة مختلفة. والآن نبدأ مع الإنجليزية ونشوف كيف أداء الإنجليزية. بسم الله إن شاء الله يطلع خصم يعني مقبول كذا ومتقارب يعني في المستوى أو التشكيلة، لأنه إلى الآن صراحة ما قبلت أحد مع مثلا ميسي أو مبابي، فإن شاء الله خير، وليتني ما تمنيت. يعني والله العظيم ما أدري إيش أقول، يعني أتوقع إنه صعب، فتشكيلته حلوة
الخطة نفسها، الرسم التكتيكي ممتاز، فنشوف الآن لعل خير. طبعا لينغارد يعني مو بذاك السوء، لكنه ما يفك أزمة. يا سلام عليك، أول هجمة لكن بر هدي اللعب. حلوة، اسحب شوي كذا، الله عليك. يلا لينغارد تكفى يا شيخ، واحدة. طبعا مثل ما قلت الراسيات هنا شبه مستحيل انك تسجل بالراس، يعني ما ادري هي يبغى لها وزنية ولا والله ما ادري ايش اقول. حلو حلو حلو، ممتاز ممتاز، اطلع اطلع يا وحش، وانتو ممتازة. بس شفت اي شيء يا شيخ؟ واحدة على طول المرة، على طول على طول بدون نقاش، لا تناقشني هنا لينغارد. طبعا ما هو باللاعب اللي ممكن تعتمد عليه، لكن يفك أزمة يعني، مع أنه مؤدي والله تمام معي، لكن أشوف أنه في عليه أخطاء ما لها داعي. فالحمد لله هدف يعطيك دفعة معنوية. أيوة يا سلام، هذا كيف راح ما تدري، سبحان الله. اطلع اطلع، لو تفتح بس يا سلام عليك تسلل، ولا احيانا كذا سانتي يفرق. يا شيخ يا شيخ، يا سلام عليك، واحدة خلاص والله وحش. بينسحب ان شاء الله، ينسحب والله. فينالدو من يوم جاء رتب لي الوسط ترتيب فعلا مايسترو، يعني هذا ما قالوا. ان شاء الله ينسحب يا رب. يا سلام والله احييك، شكرا، وفرت علينا وقت. فنعم ما كان له سيطرة يعني كبيرة، الحمد لله. لينغارد رجل المباراة. طيب خلونا نشوف ان وصلنا بالتصنيف. انا عندي هدف الان اني اتأهل هذا الاسبوع ونشوف. حلو، باقي لنا بس 4 نقاط، 4 نقاط فقط. يلا يلا ما عليه، نجيبها بالراحة بإذن الله. يو والله باقي شوي، خلاص يلا يلا ما عليه. طبعا اهم شيء حصلنا يعني الريكورد كان خسائر، لكن الان الفوز يغلب على الخسائر. وخلينا نشوف اذا في طاقات. تمام، هذا لقيته شوي بينتهي عقده. عندنا مين بعد؟ تمام يمدينا نكمل، عندي عقود يعني ما في خوف ابد. ونروح للايطاليه. ايطاليه والله يبغى لها في الوسط يعني المحور، غالي ما تويدي، فسعره شوي يعني غالي، فيبغى له وقت. ايوه سلامات، هذا سهل، هذا اكله بالراحه وانا اضحك بعد. هذا اذا ما انسحب الحين بعد، خلينا نشوف ايش عنده. طبعا بتقول احترام خصم، اوكي، لكن شوف يعني الفرق. نايس اس او يو اس. اوكي بتطلع، يا سلام عليك، اقوى، اعكس اللعب. لا وش سويت انا؟ المفروض مناول بس. يلا يلا ما عليه، يا سلام. أجل تقول لي على التشكيلات، ها؟ معلش أسحب كلامي اللي قبل، هي على المستوى. تخيل عادي يفوز، تخيل. روح ألقم يا شيخ، ألقم ألقم، تعال. والله العظيم يعني
تكون عيب يعني لو فاز. أساسا أنا عندي مشكلة في التحكم بالدفاع، ما أدري كيف صراحة، لكن إن شاء الله خير. الله يعجب بالكوينز ونجيب لنا ماتويدي بس ونفتك. شفتوا أنا عندي مشكلة في التحكم، التحكم عندي مصيبة والله مصيبة. اطلع يا شيخ، هذا المفترض الآن يكون سهل يعني ما يتعبنا ولا روح. القم يا شيخ، القم القم، فكنا من شرك، فكنا من شرك يا هو. ها يا ربتش. اطلع اطلع يا شيخ. الله اكبر الله اكبر يا وحش. كيف اللازانيا؟ ايوه بدأنا بالخنبقة ذي. القم يا هو يا اخي، قسم بالله كوادرادو ذيب. ارقص يا شيخ ارقص، جعل ما يرقص غيرك. خلاص انتهت، المفروض ينسحب يا اخي، يعني فارق الاسماء كبير مرة. ايش تبغى قاعد؟ حلوة، ممتاز، اطلع. هي هي، نعم، القم واطلع برا يا اخي. ما ادري ليش الناس دي تطولها وهي قصيرة. خلاص انهزمت يا شيخ، قاعد للحين ليه؟ يعني لو عندك اسماء كان ممكن نقول ايه اقعد، لكن فارق يعني كبير. وبدل بعد اخي، عجبين اللاعبين ذولي، ما ادري كيف يفكرون. لكن نعطيك سادس علشان تتوب تكمل، علشان تتوب تكمل يا بطل، علشان ايش؟ تتوب تكمل. هذا لا يحس بان سجل هدف وانبسط خلاص، يعني عنده امل. اي والله يعني يا ابني يا ابني، 6-2 والله ما تقلبها لو تفحط، ها احلف بالله بعد. يا ولد ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ فجأة كذا صار يهدف؟ اعوذ بالله. ما لها داعي بعد يقلبها، عطى سابع خليه يتوب. هذه الأشكال ما تمشي إلا بالمغط. هيا هيا، لا إله إلا الله. المشكلة هذا بعد تشكيلته يعني مفقعة، يعني ليت إنها تجمل، ما فيه. ومصيبة إذا طلع راعي فولات بعد، والله مصيبة والله. هذا ما يلعب معه. بدل لاك فجأة كذا جاء لاك وبلقم. يا رب. هيا نشوف الحين ايش اللي صار مني ولا منه. يا الله الله يرحم والديكم، ماني ناقص. طيب تم ربحه، يعني ايش؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طيب انا فايز، انا والله ظلم،
قسم بالله ظلم، ورب البيت ظلم. خلينا نشوف الحزمة هذه، والله قهر، يعني راح الوقت كذا على الفاضي. القهر هذا اللي صار، يلا شبي فيك انا، برافو يا شبي فيه. ونلعب مباراة ثانية، ايش رايكم؟ خلينا نشوف، نلعب مباراة ثانية ما هي مشكلة. تشكيلة يعني هو افضل مني في خط الدفاع الى حد ما، الحارس ممتاز، الوسط جيد جدا، متكافئة مبدئيا، خلوني اقول متكافئ، فان شاء الله انه ما يطلع. فما ادري اذا اللي قبل هذا سوى حركة، يعني لان اذكر زمان كان في فيفا مدري 16 او 17 كان اذا واحد خسر يطلع بالشكل هذا وما ينحسب له خسارة ولا، لكن ايش في ذا فيفا تداركت الوضع، ايش في ذا غريب والله، والله غريب والله ذا. ايش في بعد يا اخي ذا العالم، شو تسوي ذي يا اخي، مالك نفس تلعب، ليش تلعب من الاساس، ليه تلعب من الاساس؟ اوكي يعطيك العافيه، انت كذا قاعد تعطيني انقاط. ايوه هذا مني انا المره ذي، هذه مني انا، وخليني اشوف اذا نقص انقاط. لا لا تمام، انحسب خساره، بس اني افوز انا لا تنحسب يعني ولا شيء، لكن ما تاخذ انقاط، والله اعلم الحين اذا نقصوا. خلينا نشوف وين درجات، نقصوا يا اخي والله العظيم، انا خلاص انا ما عاد افهم اللعبه دي، لعبه الجلتشات عمرها ما راح تتعدل. والله العظيم انه شيء مستفز، اسبانية جيدة ممتازة، ما هي بجيدة ممتازة والله يعني. لكن عنده هو ما ادري ايش مشكلته، حاط الظهير قلب دفاع غريب صراحة، لكن خلينا نشوف. استاهل، انا الى الان ما عرفت كيف اتحكم بالمدافعين، ايش اسوي ذا؟ لا يا شيخ لا ينقشها، بس يا حارس شوت، يا حارس سو اي شيء، والله ما ادري كيف ركبت، بس الحمد لله الحمد لله كويس. هدف كذا قبل الشوط يريحنا شوي، الله العظيم بربسة. حلو حطه يا شيخ، ياهو يا شيخ تكفى، الله يرحم والديك. يلا يا جرين حطها صح، اي شيء يا ناس يا ناس يا ناس، ما يصير كذا يا ناس، حسبي الله. اكثر هجمات، هو ماسك كوره صح لكن ما يطلع، بس كذا يبغى يستحوذ، ما ادري ايش يحسب، فيستاهل نعم يستاهل الفوز على غبائي انا. هيا حسبي الله، كان الحين طالعين ومنتهين، هذا اللي كان عندنا اليوم.
يعطيكم العافية على المتابعة، وإن شاء الله المقطع القادم راح يكون عن تحديات بناء التشكيلة، فنشوف شو يطلع لنا، إن شاء الله يطلع لنا شيء زين أو كوينز أو لاعب يسوى على الأقل أقدر أجيب فيه كذا لاعب في التشكيلتين. فشكرا على المشاهدة، نراكم على خير، في أمان الله.